مشروع نووي. والله يا جماعه شوفوا، يرحم باباكم كريم طابو دمية بونطان، بونطان شكلات مسخره، سقسيوا عليه كي كان حاكم لافافاس تعرفوه. داير من الناس اللي كسروا الحراك كريم طابو، دونك ريفليشي سي ان بو. كان يقول لكم ما كانش ممثلين حتى يروحوا كاع، ام راحوا كاع طيوا. شوفوا جماعه ما تطرحوا ليش اسئله على واش قالوا ناس، لا النووي لا المشروع النووي لا رفض المشروع النووي. شوفوا صح نجاوبكم على حاجه، المشروع النووي هذا كون يجيبوه لي باطل فيش كرامة ما نسحقوش، ما نسحقوش. كيف تجيب انت البلال دارك؟ المشروع النووي يا جماعة كيما واحد يجيب فاليزة فيها 200 كيلو كوكايين وهو ساكن في كاليفورنيا ودخلها لدارو سيتو، وعلى باله بلي الاف بي اي على باله بلي جايب الكوكايين ومدخلها لدارو. الناس اللي خلعها روحها، لكن تحبوا تقصدوا المشروع النووي تاع ايران، المشروع النووي تاع ايران بدا مع شاه ايران ماشي مع الخميني، بس كون جا صح بدا مع كون بدا مع الخميني. اي يعني والله التيو تعرف شي التيو هذاك تيوب هذاك ما يلقاوش وما يعرفوش يخدموا، بدا مع شاه ايران كي كانت ايران لا 5 بويسونس مونديال. دونك جو برون كالكو كيسيون، واش رايك في السيد بوكروح اظن انه كفاءة؟ خلينا والله جوعة رايس حميدو، والله نجاوبك ضحكة نجاوبك، مي بون كفاءة كفاءة من ناحية الثقافية، لكن طلية من ناحية السيرية ومن ناحية الخبرة ومن ناحية علمه بتسيير المال والرجال. سقسيو عليه كي كان مينيستر. وي وي دونك جو دوا كلوتوري لو لايف، دونك فوز ات انفورمي ليميسيون صوت الشعب ال ريبران. اون فا كري اون ايميسيون زوم ثاني شاك فوندردي، دونك فوندردي سوار اون ايميسيون زوم نبارطاجيو لو ليان تاعها. اي لا ليميسيون زوم تاع فوندردي سي كيستيون ريبونس ديبا ديسكوسيون. علاه الجزائر راهي تقرب من ايران؟ هذا اسئله تاع واحد مروكي. الجزائر تقرب من ايران؟ قل لي الاثبات نتاعك بلي الجزائر تقرب من ايران والله ايران تقرب من الجزائر، نقول لك انا علاه. العربي بالخير بيوسي ان بي بلون، نو سي ان سوفي فر دي بي بلون. العربي بالخير نا ماشي عنده ان فرير، ماشي بريفي عنده ان فرير كان كولونيل في لا دي اس تي في لي سيرفيس سكري فرونسي باللواء والجهويه والمحسوبيه والبن عميسيه. ما هو رايك في رامي مهدي؟ ما نحبش هاد لي كيستيون هادو، خلينا مانيش تاع تقرعي يا جماعه. بون كاين ان سوجي جو دو فيليسيتي لي ميدسان اللي نجحوا في ليكزامون جايين لفرنسا هنايا. برافو 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 افو. فوالا تقدروا تعتبروا نفوسكم سي لو بروميير با فير لا ريوسيت دون في ترانكيل اي بلان دي سبوار. ان شاء الله ان شاء الله فوزالي ريوسير وترفعوا لنا راسنا هنا في فرنسا وتلحقوا تولي دي شيف سيرفيس دي بروفيسور ريكونو كونو اي ريكونو ميم دون لو موند انتي. بور بابا يا دي الجزائريين با مال الجزائريين اللي راهم دوك في الامريكان كانوا هنا في فرنسا اي سي دي زيليت على الانترناسيونال. نا سيد علي بكال، لا هذا والله مو سؤال، اقسم بالله مو سؤال. قاعات التدليك الجديده نو يا ريت يا جماعه بون مي فور يقول يم وي جي فو رمضان العمامره مع فرانس 24. شوفوا كاين ان سوجي حبيت نتكلم فيه اليوم لكن لا كونفيرونس دو بريس الدرك شكرا ما داروهاش والله ما يديروا فيها يهضروا بوتين وماكرون. انا ماذا بيا نحكي مع الشعب spécialement la le monde actuellement la géopolitique la géostratégie mondiale
le rôle de l'Afrique, l'Afrique du Nord, la position du Sahel, l'Afrique centrale, l'Afrique du Sud, Israël au niveau de l'Afrique, les Russes que font-ils en Afrique. J'aimerais discuter de ça. J'aimerais discuter de ça. Manas. Donc, le sujet de demain, Barbi, Inch'Allah, c'est on va analyser ensemble. Rahim Hallou Mahabad. Où je gagne Poutine, la conférence de presse, où je gagne Macron, parce que c'est très important l'arrivée de l'Europe, le conflit bin américain, la guerre froide bin américain ou la Russie, au sujet de l'Ukraine, mais pas que l'Ukraine. L'Ukraine, la Biélorussie, la Pologne aussi est concernée, le monde, la Chine. Oui, les Russes sont en Mali, à la benna, Madame Mimoun. Je sais qu'il est en train de parler Poutine. الجزائر تصدر الأطباء خارج المحروقات. شوفوا الجزائر ماهيش راح تصدر غير الأطباء. الجزائر راح تصدر كل أنواع الإطارات وأنواع اليد العاملة. قلت لكم هذاك النهار تقرير من التريك أوروبي هذاك. أوروبا هذه الغربية محتاجة 95 مليون إنسان تدخلها الأوروبا في إطار الاقتصاد والعمل منا 2050. صافي دير اون موايان تاع 3 ملايين في العام. فوالا هذه هي. دونك واش راحين يديروا؟ يديو الملح من الجزائر والمغرب وتونس ونيجيريا والمالي، يديو لا ميور ويخليو الاسلاميين، يخليو بولحيه وصحاب الزوي والرقيه والسحاحر وسيتو. نصيحتي للشباب اللي قادر يهرب يهرب، اللي يقعد يفيتي لا دروغ. هذه نصيحتي للشباب. أنت مع الدولة النوميدية؟ بيان سور، أنا مع إحياء دولة النوميدية، مملكة النوميدية كاع. دونك سي تو الموند ساميز أكيتي سو باتو كي يكون كوم سي سيرفو سي ميدسان إكسترا. إي ألور، إي ألور، يقعدوا تحت يدين النظام هذا يكرازيهم. نقولكم حاجة أنا ونكلوتوري، شكون اللي لازمو ينوض باش الأطباء هادو ما يروحوش؟ الشعب، باسكو هاد الأطباء كي يروحوا الشعب اللي ما يلقاش الطبيب اللي يداويه، بصح هما الفوق يداويو في الخارج، في الالمان، في البلجيك، في فرنسا، في السويس. دونك اللي خسر 1200 طبيب ماشي النظام اللي حاكم الجزائر، وماشي التراب والسجر والحجر، الشعب. دونك اللي لازم يدير ثوره كحله باش الاطباء ما يروحوش هو الشعب، لانه هو المضر. فوالا. Donc sur ce, nous vous Lila Saïda. Bonsoir tout le monde. Gadan inshallah, on va y conduire le miad نتاعنا يومي. يوم السبت عندنا Amphi Web. Ou بعد Amphi Web, il y aura toujours sept une deuxième émission le soir. Donc grâce à Biana. Et vendredi, c'est la première émission Zoom partagée, rencontre avec les Algériens Sama, rencontre avec les Algériens en tant que militants. Donc je les rencontre en tant que militant. C'est-à-dire on discute, on échange les idées, on crée des polémiques, on solutionne des problèmes. On a les tibana, ya khoya bikoul rouh riyadia. Ou si ya éviter on a les questions, on shraik fi flan, on shraik fi flan, on shraik fi flan. Ana ma andi ray fi flan, wala uzaki ala Allah ahada. Salam alaykum.